اسمي إيمان حسن عبد الرحمن، محافظة الشرقية، مركز زازي، خريج آداب فرنساوي لدفعة 2019. أنا كنت عادي يعني بحب الرسم ومهتمة بيه لحد فترة معينة في حياتي، لحد مثلا 13 أو 14 سنة. بعد فترة مرضي بالسكر وإن أنا حياتي اتلخبطت شوية وكان في لخبطة كبيرة جدا، بس مش ده بسبب المرض، ده بسبب إن أنا مستغربة الوضع شوية، وكان غريب برضو على أهلي وعلى المجتمع اللي أنا كنت عايشة فيه، لأن ما كانش فيه حد يعني مهتم، أو الفكرة بالنسبة لهم كانت صعبة، فكانت صعبة عليهم وأثر علي نفسيا شوية. فبدأت إن أنا أخرج من حيز الإطار بتاع اللي أنا محطوطة في باكينة مثلا، إن هو خايفين عليا إن أنا أتعب والكلام ده. بدأت إن أنا أشوف الحاجات اللي أنا بحبها وأعملها، فبدأت إن أنا أرسم. برضو ما كانش في الأول الخامات متوفرة قوي بالنسبة لي، فبدأت إن أنا ألجأ لفكرة إعادة التدوير، وإن أنا أجيب القماش والورق اللي عندي في البيت وأي حاجة قديمة بالنسبة لي أو بالنسبة لأهلي أو لحد الناس اللي حواليا، إن أنا أجيبها وأبدأ إن أنا أطورها وأعمل منها لوحات. فبدأت إن أنا يعني يكون عندي لوحة واحدة كنت بعملها. أول معرض اشتركت فيه كان حوالي 20 لوحة، وكانت تكلفة بالنسبة لي بسيطة، يعني كنت 100 جنيه تقريبا عملت معرض. او انا ما كسبتش منه او ما اخدتش منه عائد مادي يعني كويس او غطى التكاليف، بس على الاقل ان انا خدت خطوة. الخطوة دي فتحت لي ابواب كتير بعد كده. من معرض واحد اشتركت فيه ب20 لوحة، بدأت ان انا اشترك في معارض جوه الجامعة، ومع الوقت بدأت الامكانية المادية عندي تزيد شوية. من خلال الامكانية دي قدرت ان انا اطور اللغة عندي فرنساوي، وان انا اخد كورسات. الدنيا مشيت معايا اكتر، بدات ان انا اشارك بره الجامعه، ان انا اخرج بره الاطار بتاع الجامعه، زي لما انا اشتركت في مهرجان الخيول تبع محافظه الشرقيه سنتين ورا بعض. بدات ان انا اقنع اهلي ان هم يسيبوني اسافر واتحرك، لان كان مبدا مرفوض عشان انا بتعب، السكر بيهبط، وخصوصا الانسولين بتاعي بيبوظ لمسافات طويله. فاول معسكر اشتركت فيه كان في شرم الشيخ، ثاني معسكر كان تبع الشباب والرياضة، كان في محافظة، كان في اسكندرية، كان يوم العالمي للشباب، وقدرت ان انا ناخد مركز تاني تبع منظمة اليونسكو، وشافوا شغلي، وكانت حاجة لطيفة بالنسبة لي ان انا شغلي يعني معجبين بيه، لقوا ان في حاجة لطيفة. قدرت ان انا ارسم لايف قدام الناس في اليوم العالمي للشباب في 10 دقايق في تقديم برزنتيشن عن تمكين المرأة، فده برضو كان اول مرة في حياتي اقف يعني على المسرح قدام ناس من الشباب والرياضة وقدام ناس من اليونسكو، فده برضو كانت خطوة وبداية جديدة ليا، وما كنتش برضو متوقعة.